هالقصة قبل ما أتزوج. أنا مزاجي مانو رايق اليوم اللي أسمع هالحكي عن الحب. ما بنكر إني كنت حبه، بالمقابل هو كمان حبني. لا تقولي لي إنك ندمانة لأنك حبيتي. لا، ماني ندمانة. أصلاً هالشي كان أحلى لحظات حياتي. وكمان عم تعترفي بحبه؟ لكان ليش ما تزوجتي الزلمة اللي حبيتي؟ لأنه ما كنا مناسبين لبعض بنوب. فهمت. فقير هو. ماجد، لا تفتكر إنه الحب كل شيء. ما بتمشي الحياة بهالشكل. شو من شانك انتي وبابا؟ شو وضعكن هلا؟ حياتي انا وابوك فيك تعتبرها حياة مثالية. انبسطنا كتير سوا وعشنا مع بعض على الحلوة والمرة وما تركته، وحبينا بعض مثل اي اتنين، ومرقنا بلحظات حلوة كتير وانتهت. ما بنكر إني حبيت قبله لأبوك، بس اللي فاجأني عن جد إنه أبوك لهلأ مو قدران ينسى لي قصة حب أنا عشتها بالماضي قبل ما نتزوج بعض. برأيي أنا هذا كل الاختلاف بين الرجل والمرأة. أنتوا ما بتنسوا الحب بسهولة، والرجال بيتذكروا وقت ما بدهم. ايه معك حق ماجد، لازم تتذكر شغلة مهمة. إذا تزوجتنا ريمان ما بتقدر تغفر لحبها. ما أنا سهلة عليك، لأنه هالحب إلا ما يكون ترك أثر جواتها لنا ريمان. شوفي ماما، رح أقول شغلة يمكن تزعلك. ماضية لناريمان مو مشكلة عندي. رح نتزوج ورح نكون سعداء وما بزعل، وما رح حاسبها على هالماضي اللي عاشته، ما دام حياتنا رح تكون كلها حب. وكمان ما رح أحكي القصة لأولادي، بس أنا أكيد رح أحكي لهم قصتنا أنا وهي. الحياة قصيرة وما لازم نضيعها. ورح أعيشها صح.